بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشارقة FM 94.4، بهذه الكلمات توجد بيننا وبينكم نجوى مفادها أننا نود أن يصحب بعضنا بعضا إلى طريق الجنات، إلى طريق الله، إلى طريق الحنان المنان، وأن نبعد كل البعد عن النار. فلا بد أن ننضوي وننزوي تحت لواء من ألوية فئات أهل الجنة. ترى ما هي فئاتهم وما أقسامهم؟ وهل المؤمنون داخل الجنة أنواع وأقسام أم ماذا؟ وكيف نصل إليهم؟ نصل إليهم بهذه النجوى الذي بيننا وبينكم مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم في حلقة جديدة من الوعد الحق. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. وما زلنا نتريد في الجنان خلف فضيلتكم وهذا العرض الشيق والشيق الذي تتفضلنا به عبر شاشة الشرق الفضائي. نسأل الله أن يكون يعني شرحنا للمسألة يصل إلى قلوب المشاهدين والمستمعين وعقولهم، وندعو الله عز وجل أن يكون خالصا لوجهه سبحانه منا ومنهم إن شاء الله، حتى يبارك رب العباد في العلم الذي يقال وفي العلم الذي يستمع إليه بإذن الله تبارك وتعالى. ونعلم أن المسافر دعوته مستجابة إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. ونعلم أنك مسافر إلى كندا بعد البرنامج مباشرة. إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله عندنا مؤتمر إسلامي هناك. نعم. في كندا. إن شاء الله. تعود بسلامة الله ونفع الله بكم ولا تنسنا مصالح الدعوة. قبل الله منا ومنكم إن شاء الله. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ عمر عبد الكافي، في الجنات أهل الجنة بالقطع، هل هم فئات لأنهم درجات؟ هل لهم أسماء محددة، صفات معينة، ألوية، جماعات، أم كلهم صنف واحد من المؤمنين الأتقياء لله سبحانه وتعالى؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني الناس في الدنيا درجات. نعم. يعني الله عز وجل لم يجعل الناس طبقات، ليست هناك طبقية في الإسلام. يعني لا يقال ان هذا غني وهذا فقير، هذا من علية القوم، هذا من السوقة والدهماء. لا، لان ربما يكون هذا تقسيم سيسيولوجي موجود، يعني عذرا في هذا المصطلح. لا، لكن علم الاجتماع يعني. لكن الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. يعني الله جعل الناس درجات بما اوتوا من علم فقط. وانا عالم في الموضوع الفلاني، جاهل في 20 موضوع اخر، أفقه في القضية الفلانية لكني أجهل. حتى قال ابن عطاء في مناجاته: يا ربي كيف لا أكون جهولا في علمي وأنا الجهول في جهلي. كيف لا أكون جهولا في علمي؟ في علمي، لأن علمي قاصر. نعم. فكيف لا أكون جهولا في جهلي؟ أنا أساسا جاهل. مهما أتيت من علم، الجهول في جهل. جميل. فما أتي عبد منا من العلم إلا قليلا. لا يقول إنسان أنا أعلم، أنا أعرف، أنا لا، هو يعرف بما علمه الله سبحانه وتعالى ثم يقول والله أعلم. لكن يدعي العلم، هذه قضية سبحان الله. يعني أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني، ما خير الأماكن يا رسول الله وما شرها؟ قال أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني، يا جبريل ما خير البقاع وما أشرها؟
قال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير. الله أكبر. لأن جبريل غير مأذون له في الفتية. درس جميل. لكن مليارات المسلمين أو ملايين المسلمين اليوم يفتون. كل واحد يفتي بما يهرف بما لا يعرف. كل واحد ماذا؟ يهرف بما لا يعرف. يهرف بما لا يعرف. نعم. إذا كان الناس في الدنيا درجات فهم في الآخرة نفس الدرجات. قلنا درجات الآخرة بقدر قلة انغماس الناس في حب الدنيا. صحيح. الدنيا والآخرة ضرتان إذا جاز التعبير. إن أرضيت ألف أغضبت باء، وإن أرضيت باء أغضبت ألف. الليل والنهار لا يجتمعان، فحب الدنيا مع حب الآخرة لا يستويان إلا إذا حليت المشكلة بمنطق واحد. اجعل الدنيا وسيلة للآخرة بس تستريح. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا أن تجعلها للآخرة. هذا هو النصيب. لا. فأنت في الآخرة درجات الناس تتفاضل بقدر من غمسوا بحياتهم وكيانهم وضيعوا أوقاتهم أو لم يضيعوا أوقاتهم سواء في الحق أو في الباطل. فهنا يتفاضلون بالدرجات في الجنة. في الجنة. طب من هذه الأسماء أو من الدرجات من أرقى الدرجات في الجنة. من أعلى الدرجات. نحن قلنا إن أول درجة الذين ينادى عليهم يوم القيامة أين الحمادون لله على كل حال، فأولى الذين يدخلون الجنة دون حساب بأعلى درجة. الذين يحمدون الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، يعني في كل أمر يحمد الله لأنه يعلم أن الذي بسيطة. يعني تبدو بسيطة. هي عايزة تربية نفس، عايزة تهذيب. يعني أنت مجرد أن صحيح الله عز وجل أوجد لنا فكين وشفتين، هذا باب يغلق على اللسان، ورغم ذلك اللسان وحش كاسر ينفلت. صح. الباب لأنني رغم أن وجود الباب لكن ما ربيته تربية إسلامية حتى يسكت متى ويتكلم متى. ربما لأننا نتبع سياسة الباب المفتوح. يعني المصيبة أن الإنسان الغبي هو الذي يضيع حسناته بغيبة الناس والوقوع في أعراضهم والتعامل مع الناس على وجهين، يقول كلاما وهو ينفذ كلاما آخر. تلك هي المصيبة. نحن أحوج إلى قليل من الأدب إلى كثير من العلم. يعني نحتاج إلى أن نعيد تأديب أنفسنا مرة أخرى. نعم. فقطاع كبير في الجنة هو قطاع عباد الرحمن الذين بدأت أنت بهم تصدير الحلقة بآيات من سورة أواخر سورة الفرقان. عباد الرحمن. هذه طائفة خاصة. يقول بعض العلماء يعني أن هناك لوحة أو كأنما نتصور هكذا أو نتخيل أن هنا يسكن عباد الرحمن. الله. قطاع من عباد الرحمن. شيء لها خصوصية. لا لهم خصوصية لأنهم لهم صفات محددة. عباد الرحمن. في الدنيا. يعني إذا كنت أنت من يعني حصلت على هذه الصفات كشهادة إجازة. الله. أنت تدرس مادة كذا وكذا وكذا تحصل على إجازة كذا. سهل تحقيقها أم صعب؟ يعني هو سهل على من يسر الله له وطرق هو أسبابها وكابد نفسه حتى بلغ إياها. طب إذا بعد إذن فضلاتكم ليكن موضوع الحديث عن عباد الرحمن. توكل على الله. ونرصد تلك الصفات. هذه الصفات والإخوة المشاهدين والمشاهدين يراجعون معنا في كل صفة هل هي موجودة أم غير. يعني هي ليحضر كل واحد منهم ورقة وقلما ويكتب، وسوف نوضح صفة صفة. طيب. وهو يراجع نفسه يقول يا ترى هذه الصفة موجودة في أو طيب، ثم يجعلها منهجا إلى أن يعني ونحن يعني في هذه الأيام الطيبة أيام الحج المبارك إن شاء الله. نعم. أن هذه أيام عظيمة عند الله عز وجل أن أخلص نفسي مما يضادها ويقف أمام الوصول إليها ويتصف بها. جميل. إذن كل واحد منا يستطيع أن يضع لنفسه نسبة مئوية من صفات عباد الرحمن. شوف، لابد أن نحتاج إلى برنامج عمل. أي وزارة، أي مؤسسة، أي هيئة تضع يعني الجدول الزمني لإنهاء مشروع معين، الخطة السنوية، الخطة الخمسية، الخطة العشرية. صحيح. نضع الخطة الدهرية. الله. التي سوف أذهب ولا أعود. بارك الله فيكم. هذا لمن يدخل الجنة هو بعد سن التكليف. لا.
وما دون سن التكليف الخامسة في السادسة في الجنة شرح. مش قلنا أن في ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة؟ نعم. قال العلماء أبناء المسلمين الذين ماتوا صغارا. وهناك علماء أخر يقول كل من مات دون سن البلوغ من الأبناء المسلمين ومن غير أبناء المسلمين هم في الجنة. ومن غير أبناء المسلمين هو لم يكلف بعد. لم يكلف. هذه رحمة الله سبحان الله. سبحان الله. يعني المفروض أن نفرح. يفرح الإنسان كلما رأى إنسانا يهديه الله. يفرح الإنسان كلما رأى إنسانا يرق قلبه لذكر الله. أفرح عندما أرى امرأة غطت نفسها بعد أن كانت عارية. أفرح إذا رأيت إنسان كلا يصلي وبدأ في الصلاة. أفرح إذا كان إنسان رأيته يتعاطى الخمر ثم تاب إلى الله عز وجل. أفرح إذا رأيت إنسان يعني والعياذ بالله سائر في طريق الشر ثم يفيق ويتوب إلى الله. فنفرح إذا رأينا كظيظا في الجنة وعلى أبوابها. إلى صفات عباد الرحمن. من هم عباد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفرقان في آخرها رب العباد سبحانه وتعالى يذكر وعباد الرحمن. أول صفة الذين يمشون على الأرض هونا. نعم. اللي هم أهل الإيه؟ التواضع. نعم. التواضع. يعني إذن في المقابل من تكبر ليس من عباد الرحمن. لا ده مش ليس من عباد الرحمن وبس. ده لا يدخل الجنة. المتكبر؟ المتكبر. لا يدخلها متكبر. قانون. لا يدخلها متكبر. ما هو المتكبر أو الكبر؟ الكبر هو يعني بطر الحق وغمط الناس. يعني استقلال قيمة الناس أمامه. إذا نصحه آخر إن كانت النصيحة على هواه قد فقبلها. على غير هواه إما أن تأخذه العزة بالإثم وإما أن يتملص من النصيحة وإما أن كما يقول علماء النفس يعمل عليك إسقاط. يعني يأتي بمصائبه وعيوبه ليضعها عليك أنت ليعلق مصائبه على آخرين. يعني سبحان الله العظيم يقول أنا الذي سويت أنا الذي صنعت أنا الذي عملت أنا سبحان الله العظيم. يظن أنه هو العلامة الوحيد في المجلس هو العلامة الوحيد على الشاشة هو العلامة الوحيد في الفقه هو العلامة الوحيد في الطب. هذا كبر يا أخي. ما هو لما خطب كريم الله موسى في بني إسرائيل فبكى الحاضرون جميعا فسأله أحد الحاضرين هل في الأرض من هو أعلم منك يا كريم الله؟ قال لا. سبحان الله. إجابة طبيعية. ليه؟ نبي ورسول وكريم. يعني هو من الواجب هو أعلم أهل الأرض في زمانه أمر طبيعي. نعم. ولكنه استرجع لأنه تربية خاصة. قال يا رب إن كان من هو أعلم مني فدلني عليه. قال يا موسى الخضر أعلم منك. أين هو دلني عليه؟ قال هناك عند مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وأخذ الحوت معه. المهم فلما دخل على الخضر ودي برضو وقفة مهمة جدا على قضية أن أتكبر بالعلم مصيبة. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أنا سوف أذكر البداية فقط لطلب سلوك التلميذ أو المريد ليتعلم ثم آتي لآخر القصة لأن القصة معروفة عند الناس كلها يعني وليس هذا مكانها. سوف آتي لآخر القصة ليعلمنا الخضر ما هي قيمة تواضع المعلم. تمام. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة مما علمت. يعني أنت تعلمني رشدة أم مما علمت رشدة؟ هذه وتلك كلاهما. أن تعلمني رشدة مما علمت أو أن لما أتعلم منك أصير أرشد أكثر إرشادا أو رشدا من قبل. من قبل. وكلاهما خير. سليم. هل أتبعك وهذا أدب. هل أتبعك. هل أتبعك. لا بد من الاتباع. الاتباع خير من الابتداع. يعني لم يقل أجلس معك أو أصاحبك. لا أو تعالى أنا فرغت وقتي أنا ليس عندي أنا وقت فاضي دلوقتي. لا هات ما عندك قل ما عندك. هل أتبعك على أن تعلم. كانت المفاجأة. قال إنك لم تستطيع معي صبر. وكيف تصبر على ما وهو يعلم يعرف أن هذا موسى بن عمران كريم الله ورسوله ونبيه وطبع. قال إنك لم تستطيع معي صبر. وعللها. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. كيف تصبر على شيء أنت لا تدرك معناه ولا مراميه ولا أهدافه ولا وسائله ولا سبحان الله. قال ستجدني إن شاء الله صابرة
ولا أعصي لك أمرا. أظن يعني منتهى الاستسلام. سليم. قال فإن اتبعتني الله فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وبعدين لما اعترض على السفينة لما خرقها قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ رح نجده قتل الغلام فاعترض. قال ألم أقل لك إنك لن بدأت اللهجة تحتد. بدأت اللهجة تحتد يعني اشتداد. أنا أول مرة أنا ألم أقل إنك لن تستطيع. أول مرة قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ثاني مرة ألم أقل لك. لك. في المرة الثالثة قال أنت خلاص أنت مفصول. هذا فراق بيني. خلاص سأنبيك. إيه في الآخر خالص في آخر القصة قال إيه؟ وما فعلته عن أمري. أوعى تظن أن هذا العلم أننا خرقت السفينة ولم تغرق وقتلت الغلام كي يبدلهما رب العباد خيرا منه زكاة أقرب رحمة وعدلنا الجدار عشان يطلع الكنز من تحته لليتيمين اللي كان أبوهم صلى. هل تظن أن هذا من العلم ومن الفقه ومن يقول لك أنا 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 عندي عقل ذكي أنا مش عارف أنا من عندياتي سبحان الله. سبحان الله. وما فعلته عن أمري. وما فعلته عن أمري سبحان الله. حتى سيدنا سليمان في أدبه فلما رآه مستقرا عنده هو الأول قال إيه؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك كثير وإني عليه لخيون أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب كثير من المفسرين يرونه أنه سليمان نفسه هو نفسه سبحان قال الذي عنده. يعني الترسل الموجود بين الضمائر والضمير السرد المتكلم يجوز؟ يجوز وكل قاعدة لها استثناءها. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يعني حوارها لا فزور إيه وخلاص بقى أنا اللي أتيت علم الكتاب أنا أجيبه لك ممكن يكون هذا في إضمار معنى في إضمار المعنى هكذا يضمر المعنى هكذا سبحان الله. فلما رأى مستقرا عنده لم يقل هذا من ضمن الملك الذي أتيته هذا من ضمن السيطرة لا داعي أن أنا خلاص لكن أنا من ضمن السيطرة شوف خرج عندي مريد من المريدين جاب العرش في 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 أقل من طرف العين لا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر هذا هو منطق الأمور. فالمتكبر والعياذ بالله رب العالمين يعني من جر ذيله خيلاء جر ذيله في النار يوم القيامة نفس القضية لأنه كبر. الكبر ألا أقبل نصيحة الغير مثلا زوج شديد مع زوجته ننصح يا أخي اتق الله يا أخي لا أقبل نصيحة الغير. زوجة نفس القضية جار عامل موظف رئيس مؤسسة يا أخي اتق الله لا أقبل نصيحة الغير يعني ربما لا توافق عقله وهواه. يا أخي إن عز أخوك فهن قال العرب هكذا يعني أخوك شديد شوية خف أنت شوية ما لا بد أن نلتقي أنت لك عقل ولي عقل تمام. ففي مسألة ليس لها ميزان واضح لا بد أن أقترب منك خطوة وتقترب أنت مني خطوة لكن أن أقف أنا في مكاني وأطالبك أنت أن تأتي هلا صعب. يعني إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب تسرح سيدنا داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك يا نعاج وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بخيرها فسبحان الله. فالقضية أن لا يعني لن كن لينا حتى يعني نفتح باب والشخصية والبرستيج والمنتاليتي معذرة في هذه المصطلحات هذا من تلبيس إبليس والكرامة والعزة لا بالعكس أنا عندما وحما كليب لا حما كليب هذا يعني ودى العرب في 60 سلامة يعني راح 60 داهية راح العرب في داهية وقتلت الآلاف وثلاثة آلاف قتلوا في بين العرب وبعضهم وما النتيجة إلا أن نذكر ثاراتهم سبحان الله بهذا المنطق. لكن نحن كمسلمين من الله علينا بالإسلام خلاص يعني عندما يعني يلينون الناس ألين عندما أرى مجموعة من الناس لها مقامها ولها مكانتها لكن أتكبر وأقف مكاني ولا أبدا. وسبحان الله وفي ناس قبل أن تموت توصي لا تذهب إلى عمك لا تزور خالك لا تجعله يحضر غسلي لا تجعله يحضر جنازتي لماذا كان كل هذا سبحان الله. بالمناسبة يجب تنفيذ هذه الوصية لا هذه وصية جائرة لا يجب لا لا لا, لا. وبعدين الحسن البصري واحد دخل عنده فغتاب واحد مسلم يعرفه الحسن قال للمغتاب الحسن يعني قال له هل شاركت في فتوحات فارس والروم قال لا
قال هل شاركت في فتوحات شمال أفريقيا؟ قال لا. هل قتلت مع المسلمين يوم كذا وما كذا؟ قال عجبا، سلم كل أعداء الله هؤلاء منك وما سلم منك عرض أخيك المسلم. لا إله إلا الله، يعني أنت ما فيش ولا كافر راح له منك أذى، وراح الأذى بس للمسلم اللي يقول لا إله إلا الله يا أخي سدده وقاربه. درس بليغ. أنت بينك وبين أخوك إحنا أو 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 شيء يعني غضب أو شيء بهذا المنطق يعني خذه على جنب وقول له فلان أنا زعلان منك عمكر، أنا واخذ على خاطر منك شوي. نقول أغضب. نعم أغضب. لا لا لا، أنا لو قلتها بصدق نية إن شاء الله ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا دفعت بالتي أحسن انقلب العدو ولي حميم، هذه آية الله، ومن أصدق من الله قيلا. قال يعني قال وما يلقى إلا الذين صبروا. لا وماله وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. لا لا من من مشروطة. لا لا من أي الطرفين؟ الذي دفع الذي دفع التي أحسن هو من الذين صبروا. صحيح. طب ولما لا نكون ما عايزين ندخل الجنة ما نتكلم عن الوعد الحق ليه؟ ما هو ربنا جعلنا طبقات. لا وماله بس الطبقة أو درجات. عليه درجات. هذه الدرجات هذه الدرجات لنكن فيها. لا لا انا اقصد يقال انه ربنا هذا فضل الله انا يعني ربنا جعلني هكذا يعني. لا 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 ما جعل امر فاطاع والناس تجري خلف هذا ربنا اشاء كده. لا 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 هذا من الكبر، لان سيدنا سليمان ما قالش هذا من عقلي هذا من ملكي، قال لا قال هذا من فضل ربي. يعني بعض الناس يقول ربنا جعل الناس نوعين، نوع مبدع ونوع شغيل او من الشغالات. هو من النوع المبدع، الشغالات تجري خلفه. شوف شوف وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق. هذا التفضيل له صورة بقى يعني حلال في الرزق. ما هو سبحان الله إن لم يحن الغني على أخيه الفقير فيما آتاه الله من رزق فكأنما رب العباد يقول إنما المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء وعيالي فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي. ولكنها أموال الغنية لا يمكن وتعب وعمل. إنما المال مال الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من الغني هذا؟ هذا فقير، فقير لما إلى الله. لما أعطاه الله المال أعطاه ليرى لا 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 ليبلوني أصبر أم أشكر أم أكفر ليبلوني. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني فتنة ابتلاء. الله يرضى عليك. يبتليني رب العباد بهذا. الله. زي الذهب لما يفتتن في الإيه في النار. شوف ها في معدن تاني يدخل النار خلاص انتهي. لكن ربنا بيبتلي بيختبرنا بالعلم ها تعمل فيه ايه، يختبرك في الجاه يخليك على 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 باب مسؤول تستطيع ان توصل طلبات الناس اليه ها، فان قصرت لان رب العباد سبحانه وتعالى يعطي النعم للناس فان نعم. قاموا فيها زادهم من فضله وان لم يقوموا بها سلبها منهم ثم اعطاها لغيره. قاموا بمعنى طب يعني 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 عملوا منهجها عمل عمل بس يعني استغل هذا في مرضات الله سبحانه وتعالى بس عمل اي شيء. طيب يعني هل المطلوب ان نمشي هونا على الارض؟ لا مش هي كنايه عن ايه؟ عن التواضع. تواضع. التواضع يعني 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 انا ابن فلان. لا 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 سيدنا لقمان قال له ايه؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ها ان كنت يعني اقوى من قوي يعني اضرب الارض برجلك وشوف انت هتغوص في وبعدين انت الجبل اكبر منك ففي ايه في ايه نكر. وبعدين ايه يعني يقول خفف الوطء. الله يرضى عليك يرضى عنك. إليه لما كان له صديق وتولى منصبا كبيرا فبدا يعني لا يسرى وجهي لا لا يسرى فبعد له قصيده مش الطين نسي الطين ساعة أنه طين حقير فتاه تيها صار تيها وعربا وكذا الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جعت ولا تشرب الجمان المنضد، أنت مثلي من الثرى وإليه يعني أنت رايح في التراب في التراب فعلى ما يا سيدي التيه والصد. ليه التكبر؟ ليه التكبر على عباد الله؟ يا أخي أنا وأنت من التراب وسوف نعود إلى التراب، أنا وأنت من بني آدم كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل العربين على أعجمي. ولما لقي الأعرابي اهتز لما شاف النبي وخاف وتوتر ربت عليه هون عليك ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة.
سبحان الله. من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما رآه الأعرابي، الأعرابي أول مرة شوف رسول الله، فالرجل اللي حصل له رعدة سبحان الله، وكان له هيبة نور سبحان الله النبي، فربت عليه هون عليك ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. هذا تواضع منه يا أخي، ما رؤية مادا رجليه بين صحابتي قط، كان لا يسير أمامهم، سيروا أمامي وخلوا ظهري لملائكة ربي. هذا التواضع العجيب صلى الله عليه وسلم منه سبحان الله. فتأتيه صفية فيحني لها ركبته حتى تركب هذا هو خلقه الكريم. هل هذا حط من قدر رسول الله؟ المفروض في صفات عباد الرحمن أن تتوفر فيهم هذه الصفة، لابد التواضع في المشي بالأرض. وبدأت الآية بها، التواضع مش في المشي، في التعامل. لكن يعني اذا مشيت مهذب متأمل، لكن في ناس يا اخي والعياذ بالله الكبر ينطق من خطواتها. عمر بن عبد العزيز المسرجه انطفأت فقام، هو امير المؤمنين، اوقد المسرجه ثم عاد، قال يا امير المؤمنين مر احدنا، قال قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر. بس سبحان الله، وانا رحت انا عمر بن العزيز ورجعت انا عمر بن عبد العزيز. جميل جميل جميل. كلنا شيخ الله يرحمه، كان لما يقول يا مولانا فلان شتمني، يقول له في وجهك ولا كان في فمه، كان ناحيه ايه؟ لا يعني كان في وجهي، يقول له في يعني غزارة جت على وجهك، يعني يا ابني انت اخذت حسنات وهو اخذ سيئات، عايز تضاعف حسناتك ادعو له بالخير، مش عايز تضاعف انت اخذت حسناتك وخلاص اسكت هكذا. بس ألا يصيبنا هذا بالذلة والهوان؟ يا ابن الحلال، نحن مع المؤمنين يجب أن نكون أذلة، نحن مع الكفار يجب أن نكون أعزة. الدليل ربنا وصف المؤمنين قال إيه؟ الأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين، ذليل مع المؤمن، متواضع، لا تريد واحد يصلي كيف الكافرين كيف أخبار الكافر، لا ذلة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، نحن أعلى بلا إله إلا الله، من قام باسمك نعم ان كنتم هل كنتم ماشي يعني. طب ماشي يا ابني، ما اذا شلت الشرط ما انت مش موجود المشروط. صحيح، ان الشرط حذف فماذا تنتظر؟ لابد من التواضع، لابد من التواضع. طيب. يعني اعظم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في هذه الصفه. ولا يعتد بأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس درجات وفضل بعضهم على بعض وشاء. وما له فضل الله بعض، وأنا ما أسأل الله من فضله. أنت عايز إيه؟ عايز مال؟ ولا يا رب أعطيت فلان مال يا رب أعطيني زيه، أعطيت فلان علم أعطيني زيه، أعطيت فلان شغل أعطيني زيه. إذا كنت عايز أطلب خزائنه لا تنفد، بدل ما أحقد على أخويا أطلب من الله. صح، يعني للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، ها واسألوا الله من فضله. يعني اللي أعطى هذا وأعطى ذاك يعطيه سبحان الله. والقصة بتاعة صحيح مسلم، الأبرص والأعمى والتاني المصاب ببرص الأكمة سبحان الله، وجاهم ملائكة وامتحانهم بعد ما ربنا أكرمهم بالمال، اللي عرف نعمة الله زيدت له، صحيح، واللي أنكر نعمة الله قال ورثته كابرا عن كابر. طيب يا سيدي شوف الكابر عن كابر نفعك فيه تمتع سبحان الله. ولذلك المتكبر الأساسي غير بعد ابليس يعني والعياذ بالله، من ضمن الامثله القويه صاحب الجنه سوره الكهف. الكهف، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهرا وكاد له ثمر. شوف المتكبر لما ينطق. قال له صاحبه وهو يحاوره، بدأ في البدايه قال ما لا 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 احنا خلينا في الاول. قال المجرم هذا بصر جنة كده الحديقة، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. صاحب المدنيه اليوم اصحاب المدنيه والحديقة يقول لك لا تبيد المدنيه. صح ما اظن ان تبيد هذه ابدا، الحضاره دي ازاي تزول؟ وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت، لا شوف الاجرام، ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ألا تعتبر هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى؟ لا ده مش ثقة في الله، ده هو أمكان، ده يقول حتى لو كان في آخرة أنا أرض هجت هناك العز تحت بند إيه؟ الثاني قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ رجعوا إيه؟ إلى حقيقتك. ثم سواك رجلا ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. بعدين ينصحه ولولا إذ دخلت جنتك
قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. أنت إيه يعني عندك مليار؟ إيه يعني إيه المليار عند الله؟ يعطيني يا سيدي مليار، بس أنا مش عايز مليار عشان أصاب بما أصبت أنت به، لأن في صنف نمرود ولو يعني ولو أنعمنا على الإنسان لأعرض ونأى بجانبه. صحيح. أنا عندي. وأي فعل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. سبحان الله. إذا مسه الشر كان يؤوس. لا إله إلا الله. هكذا صفته. فتنى قال له إيه؟ عسى رب أن يؤتيني خيرا من جنتك. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقة أو يصبح ماؤها غورا. اللي جاب الماء هو الله، وربنا غوره في الأرض يغور سبحان الله. فمن يأتيكم بماء معين؟ ها؟ من؟ صحيح. إلا الله سبحانه وتعالى. وأحيط بثمره. جاء آفة بالليل، خلت الأشجار جذوع. بالليل؟ بالليل، أحيط بثمره. يا الله. أحيط، شو التعبير؟ أحيط بثمره. فأصبح. لما صبح الصباح بس رجل إيه؟ هو تاه زي سورة نون وأصحاب الجنة نفس القضية. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، هل رحمه أحد؟ ما كاد له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. هذا كلام الله. أنا عايز المؤمنين يقرأوا القرآن بهذا والعقيدة تزداد. هنالك الولاية. الولاية أم الولاية؟ لا، الولاية لله سبحانه وتعالى. وفي في يعني في قراءة الولاية، لكن هي أن يتولاك رب العباد عز وجل. لأنك توليت كتابه وسنته في الدنيا. هذا هو الدرس. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، العاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. يعني أي إنسان يتعالى بماله، يتعالى بعلمه، يتعالى بجاهه، لا، الذي أعطاك العلم والجاه يسلبه. وربنا قال في الحديث القدسي الكبرياء ردائي أنا والعظمة إزاري، من نازعني فيهما أدخلته ناري ثم لا أبالي. طيب يعني الكلام في صفات عباد الرحمن كثير ولدي أسئلة كثيرة، ولكن نتعلم يعني لما الكبر تحديدا؟ الكبر، الكبرياء صفة من صفات الله، فكيف تأخذها أنت؟ يعني شوف، احنا قلنا إن لله نوعين من الصفات. نعم. نوعان من الصفات. نعم. أو إن نوعين. نوعين صح. إن نوعين لله. إن مبتدا مؤخر. صحة لسانك. صح. ولهذا لا نرجع. ذاك أذني ما رضيش تقطع. فهذان النوعان سبحان الله العظيم. نعم. أن الصفات الأولى صفات الجمال. صفات الجمال الرحمن الرحيم الغفور الودود الشكور الحليم الصبور، وصفات جلال المتكبر القهار الجبار المعز وهكذا سبحان الله. صفات الجمال أتخلق بها والودود مع الناس، وصفات الجلال أنقمع وأخاف منها، ومنها المتكبر. بس يا الله، لأن أول ما عصي الله عز وجل به الكبر. قال أسجد لما خلقت طينا؟ أنا خير منه. أنا خير منه. بس تعايز كبر أكثر من هذا؟ اسأل أي إنسان. مش الرجل لما دخل وصفه وقال رسول الله فلان يستحق كذا، هو دخل الرجل تتقطر منه آثار الوضوء فالماء، فالرسول هذا الذي مدحناه لك آنفا، قال إني أرى فيه سفعة أو عليه سفعة من سفعات الكبر، علامة من علامة الكبر. فجلس الرجل سبحان الله. قال له يا أخ الإسلام الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم، أما مر بخاطرك أنك خير ممن حولك؟ يعني مرة كده يقول أنا إيه؟ أنا أحسن واحد، أنا أعلم واحد، أنا أغنى واحد، أنا أجمل الجميلات، أنا أحلى مش عارف وهكذا، واحدة أو واحد يعني. قال يمر يا رسول الله. قال أما أخبرتكم أن فيه سفعة من سفعات الكبر؟ الله أكبر، ولو مر ببالي مرة تكبر. هذا من الكبر. هذا من الكبر. كلنا ذاك الرجل. ربنا يتوب علينا. لا حول ولا قوة. ما الأول صفة؟ الذين يمشون على الأرض هونا. ولهذا كنت سأسأل فضيلتكم عن ترتيب صفات عباد الرحمن. طبعا بهذا الترتيب. لما قال عباد الرحمن؟ أيوة. نعم. تحديدا. نعم. ولم يقل عباد الله عباد الرحمن. لأن الرحمن الذي يرحب الناس في الدنيا. لأن الرحمن صفة تخص أهل الدنيا، يعني يرحم الله عباده في الدنيا. عبد الرحيم مثلا، الرحيم في لا 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 لا،
يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. الرحمن صفة مبالغة من الرحيم، لأن الله في الدنيا يرحم المؤمن والكافر، وفي الآخرة لا يرحم إلا المؤمن. ولهذا يعني الرحمن في الدنيا يرحم رحمة المؤمن، الدنيا رحمة الدنيا يرحم بها المؤمن والكافر، والكافر. وفي الآخرة لا يرحم إلا المؤمن. ولهذا رحيم، رحيم. طب لما لم يقل المؤمنون مثلا كما ورد في سورة المؤمنون؟ لا قد أفلح المؤمنون. وهناك صفات أيضا، صفات جميلة. احنا خلينا نتكلم عن عباد الرحمن. فلأن الرحمن صفة تخص الرحمة في الدنيا، فتبدأ في الدنيا، فيبدأ الإنسان أن يرحم نفسه في الآخرة بأن يتصف بهذه الصفات. طيب لماذا لم يأتي بهذه مؤخرا ويقول مثلا وعباد الرحمن، معذرة في خارج النص القرآني، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ الإنسان الذي لا يمشي على الأرض هونا لن يتصف ببقية الصفات. الله. لن. الله. لن. الكبر باب، التواضع باب للدخول على بيت الإيمان. فإن جعلت بابه الكبر لن تدخل بيت الإيمان. مرة ثانية هذه الجملة. يعني التواضع باب للدخول على الإيمان. على بيت الإيمان، دار الإيمان، قصر الإيمان. بابها التواضع. فإن كان الباب كبر لن تدخل. ولهذا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. سبحان الله. وبعدين طب يقول يمشون، لم يقل مشوا أو عاشوا، لا لا، يتعاملون مع الناس برفق. لا لا لا، يمشون تدل على الاستمرارية، أن طيلة حياته وحياة أبنائه وأحفاده هو متواضع مهما تقلد من مناصب، مهما وصل به الأمر. أتحبون أن تروا رجلا من أهل النار؟ قالوا من يا رسول؟ قال رجل جالس وبين يديه رجال قيام. يعني واحد قاعد كده وخمسة ستة قاعدين حواليه واقفين كده، مش حاجة يعني يا مولانا، يعني منظر. والله شوف بروتوكول. ابن مسعود ماشي، الناس المتابعين وراه، راح إلى أين؟ ما بقى الناس دي مش أي حاجة تعدي، رايحين فين؟ إيه اللمة دي؟ إيه الزحمة دي؟ قالوا نحبك يا ابن مسعود. قال ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. انتوا هتودونا في داهية ليه؟ ذلة للتابع لهم وفتنة للمتبوع. انا امشي ولا الله، انا ابن مسعود، انا الناس ماشيه ورايا يا اخي. الله اكبر. هو حريص، هو لا حريص. لا الله، هو حريص، سبحان الله، حريص على انه ايه، ما يدخل، ما يفتحش في قلبه هذه الفتحة، سبحان الله. نعم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وملاصق ده إيه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هم الجاهلون أولا؟ الجاهلون الذين يجهلون مقام العالم، مقام الكبير، مقام الحاكم، مقام الحكيم، مقام الإنسان ذو الاعتبار. ما في ناس يا أخي لها شأن، صحيح، ولا بد أن نوقرها، صحيح، أما هي أمر طبيعي طبعا. الإسلام دائما يضع الناس في من في الناس في مواضع، سبحان الله. يعني الله يرضى عليه سيدنا عمر، يعني ما يقولوا عمرو بن معدي كرب، عمرو بن معدي كرب فارس العرب. فقالوا صمصامات يا أمير المؤمنين، سيفه. قال أرسلوه إليه سيدنا عمر الخطاب. فأرسل الأمير بن عايز السيف بتاعك. كان أخير. طويل هذا. نعم ما شاء الله. ثلاثة أمتار. طبعاً. يعني خمسة ستة يحملوه، بس مجرد هو بيحمله واللي جنب في فرس والنبال والرماح والدرقة وشغلان. سبحان الله. فأمسك عمر لما أرسل إليه فهزه هكذا. وأمسك بالسيف. أمسك بالسيف فهزه كذا. قال هذه سيف عادية. فيه سيف عادي. إد فيها. أعيدوه لعمر. فقال يا عمر ما وجدت فيه شيئا ملفتا للنظر، ما فيش شيء جديد يعني. قال يا امير المؤمنين ارسلت لك السيف وما ارسلت لك اليد التي تمسكه. يا ده بس واحد واثق من نفسه. جميل. فالجاهل الذي يجهل مقام من يحدث. يعني دخل رجل على ابو الاسود الدؤلي، أبو البلاغة والنحاة، اللي هو إمام النحاة، واضع النحاة. أبو الأسود الدؤلي، فقول ده رجل يعني إيه، يعني بتاع فلسفة ويحب يحط الألفاظ الغريبة، يعني ينكشه يعني. أبو الأسود اللي ضالته عايز يعني يخد المريدين. قال كيف حال ابنك؟ ابنك كيف حال ولدك؟ الله لقد زارته الحمى،
ففتخته فتخا فرضخته رضخا فتركته فرخا. فوالأسود وجد الرجل فعلا عنده كلمات غريبة يطلعها. قال له وكيف حال زوجته التي كانت تهاره وتصاره وتمره وتجاره؟ قال له اسكت يا أبا الأسود، لقد طلقت منه وانقضت عدتها فتزوجت بغيره فحظيت ومضيت وبضيت. قال له اسكت، ايه بضيت دي؟ قال له دي من غريب اللغه. قال له علاء بن الاسود يعني عنده عندنا. قال له يا بني اذا رايت غريب اللغه فادفنها كما تدفن الهره قرانا بفضلتها. ما تبقاش الفلسفه على اهل الفلسفه تتعالم على العالم، فدي مشكله. كان الحسن البصري يجلس في مجلس شاب من ابنائه، تنظر في وجه الحسن كانما يسمع الحديث لاول مره وهو يحفظه من قبل ان يولد هذا الشاب. سبحان الله، هذا من ادب العلم، هذا من ادب العلم. سبحان الله. الامام الشافعي كان عنده 15 عام فجالس في مجلس مالك، فدخل رجل يقول يا امام اقسمت على زوجتي ان تكون طالق، ان تكون طالقا ان لم تكن اجمل من القمر. قال زوجك طالق؟ قال له فيه، فيش حد اجمل من القمر، ولا كانوا طلعوا قمر ولا شافوا ان صخور وحالته بما يعلم ربنا. كان راجع في فتوى. فالرجل ماشي من المسجد، من المسجد الامام مالك تلميذ الشافعي، تلميذ مالك. فالشافعي جالس في المجلس، قدم الامام مالك عالم دار الهجره سبحان الله. فقال يا امام ذكرني بالايه الكريمه. الشافعي لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم أم خلقنا الإنسان؟ قال تعال يا رجل، تعال يا رجل، زوجتك زوجتك غير طالق. الله. شوف شوف الله، الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح. صحيح، يقولون هكذا. لقد خلقنا الإنسان، قل ذكرني بقى. ذكرني أنت بس شو يعني، هي الآية ترى الإنسان ولا القمر؟ لا الإنسان. تعال زوجتك أجمل من القمر. يا سبحان الله. سبحان الله، يعني لو كانت فيها كل الدمامه فهي اجمل من القمر. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. سبحان الله. نعم. واذا خاطبهم هنا اذا على التحقيق لم يقل ان لتاكيد حدوث الخطاب بينهم وبين الجاهلين، لا محاله يعني، هو واقع. وهو لابد ان هناك كلام. لا العالم مليء بالجهال. صحيح، العالم مليء بالجهال. هذا قال واذا، ولم يقل وان خاطبه. قالوا لابي حنيفه هل تستطيع ان تعد لنا مجانين بلد كذا؟ فقال انا على عد عقلاهم اقدر. العقلاء دول 5 6 7، لكن المجانين مليون من الدنيا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني لا نبتغي منكم لا شرا ولا نرد عليكم البذاء بالبذاء بل نحسن إليكم. هناك ناس تقول سلاما، هذه الكلمة تقول سلاما. لا لا، سلام دي حالة كون الكلام. يعني إذا حدث أرد ردا طيبا أقول بارك الله فيك، جزاك الله خير، وتنصر. سبحان الله. علي زين العابدين بيطوف، فالناس بتوسع له توسع له توسع. فواحد حاقد كده فاقترب منه، قال له يا فاجر وسط الناس. يقول لعلي زين بكده، هو لا يعرفه، هو لا يعرف من هذا. علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي جدته فاطمة. قال له جزاك الله خير، عند الكعبة. قال له أنت منافق. قال له بارك الله فيك، وشكلك يقول انك فاجر. قال بورك فيك. فالرجل ما فيش فايده فيها، فمشي. قال له هذا تعالى، اخبرتني عن صفات 3 سيئه فقط، وانا في من الصفات ما اتريد ان تعرفها؟ قال اشهد ان هذا ابن رسول الله. لا اله الا الله. الرجل لا يعرفه، لا يعرفه الا الله. علي زين العابدين هذا ظل في الكوفه 40 سنه، فقراء الكوفه لا يعرفون من يضع لهم امام عتبه الدار قبل الفجر الطعام والشراب والملابس والأموال، إلا لما مات علي زين العابدين فهم يغسلونه، ووجدوا الحبال التي كان يحمل عليها الطعام قد تركت آثار في جسده رضي الله عنه. يا الله. يبقى خلقه أم كلامه؟ خلقه بس. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، مش قول، مش قول، قول قول لسان الحال. احنا عندنا لسان الحال ولسان المقال. ده مش لسان المقال، لسان المقال ده بسيطه، ده بسيط، لسان الحال. سبحان الله. نقول من يجرؤ على ان يحادثني هكذا او يكلمني هكذا؟ هو لا يعرف من انا، الا تعلم من انا. هذا من الكبر، هذا من الكبر. انا بس يقول انه انا بس اعرفه مقامه يعني. المسلم هذا كبر ايضا.
ايضا طبعا. لا يا بني يا ابني المسلم سبحان الله العظيم يعني اسوأ العباد من يظلم يعني انسانا لا ناصر له الا الله. يجد زوجته ابوها مات، امها ماتت، خالها سافر، ملهاش عم، ملهاش اخ، يبتدي يفتري فيها. طب بالله عليك مش تقول يوم القيامه في امال الناس دي تروح فين؟ ان يظلم من لا ناصر له الا الله. لا لا ليس لا. امال ليه اليتيم حذر الله من اغضاب اليتيم؟ ليه الارمله كثيره الجناح؟ لا اله الا الله. الارمله ليه غير المطلقه؟ الارمله اقوى اضعف من المطلقه. والله المطلقه يمكن يزوق واحد يتزوج مثلا يكون مالها اولاد، لكن ارمله ربما اولادها ومش راضيه تتزوج وتخاف عليهم وكده سبحان الله. فربما المطلقه هي التي اختارت الطلاق بنفسها او ان الله لم يقدر، لكن الثاني اخذ زوجها من حياتها. فهؤلاء هم الضعفاء. صحيح. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طب بما نسمي هذه الصفة الأولى التواضع، هذه الأولى التواضع دفع السيئة بالحسنة. يا سلام. طبعا نعم نعم. طيب وماذا أيضا من صفات؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. في المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة. على طول. نعم. المفروض هذا في الدرجة الأولى يبيتون لربهم علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. ممكن أنت تكون قد تعودت على قيام الليل. لكن ما تعودت أن تكون متواضعا لأنه ضد هوى النفس. صحيح. والله أنا هقوم بالليل شوية وأنام بعد كده، يعني فيها تعويض. لكن إيه تعويضها؟ أن أنا أقول سلام لمن يظلمني، أتعامل بالخير مع من يسيء إلي، كيف أعفو عن من ظلمني، كيف أصل من قطعني، كيف أعطي من حرمني. دي صعبة ضد هوى النفس. ما هو برضو يعني صعبة فعلا في الدنيا يعني. نعم هي صعبة، ولكن من درب نفسه وصل إليها بفضل الله عز وجل ونعم بالله. نعم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شوف يبيتون يعني يعني يقضون الليل. ايوه سجدا يصلون. وشوف ربنا سماها مبيت، يعني الناس تبيت عندما تنام وهم يبيتون تحت عرش الرحمن. قال قم الليل الا قم الليل، ده امر رسول الله. مش بيت قم الليل، ده 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 يبيت يعني والذين يقومون لربهم يعني لا 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 سجدا وقياما. بياتهم مبيتهم تسبيح وتحميد وصلاة لله، لان قلبه تحت العرش كما وصفت بعض كتب التفسير آسيا امرأة فرعون، يقول جسدها في الفرش وقلبها عند العرش. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القبر. سبحان الله. قال يعني أنا يعجبني والذين يبيتون لربهم سجدا، لم يقل يقومون لا 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 أو يصلون لربهم بالليل. لأن الإنسان لما يبيت يستريح، لما أنام يقول أدمع بس هريح شوي. صح صحيح. ده إيه راحة ولا تعب؟ راح حلو. راحته في قيام الليل يبيت. يا سلام. سجدا وقياما، يعني قدم السجود مع ان القيام الاول. صحيح. صح؟ لان اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. سجدا وقياما. وبعدين اللي عندهم الضغط ها لا ينضبط الا بكثرة السجود. فعلا؟ طبعا. ده اعجاز علمي يعني. سبحان الله. اللي عنده مرض الضغط. اللي هو ما يقدرش يعمل دماغه كده. يشرب كركديه. لو تعود على إطالة السجود والخشوع في الصلاة إن شاء الله ينضبط ضغطه. الله أكبر. إذا مسألة الركوع والسجود فيها إعجازات. الكلام هذا كلام طويل يطول شرحه، لكن احنا نتكلم على أمر الله عز وجل بهذا. شوف إن الملائكة لتتراءى البيوت التي فيها قائم بالليل كما يتراءى أهل الأرض الكواكب الدرية الغابرة في الأفق. عطاء بن رباح كان هو وزوجته وأمه، كان يقسم الليل ثلاث أقسام. أمه تقول أنا أخذ أول الليل وتوقظ زوجته، تقوم زوجته، تقوم الثلث الثاني، وبعدين توقظ عطاء، يقوم الثلث الثالث، وبعدين ينقصهم هما الاثنين عشان يصلوا الفجر. تمام. ماتت أمه، قال لزوجته وأين نذهب بالثلث؟ قالت نقسم الليلة للشطرين، أنت شطر وأنا شطر. سبع سنوات ماتت زوجته، ظل 20 سنة يقوم الليل كله كي لا ينطفئ قيام الليل ونور قيام الليل في بيت عطاء. متى كان يعمل؟ كان يعمل سبحان الله. شوف الوقت جندي من جنود الله. تمام.
فإن أطعت رب العباد تكفيك الدقائق القليلة لتستريحها. يعني فضلتك الآن الناس إذا قامت ركعتين في جوف الليل تستيقظ من نومها بعد صلاة العصر؟ لا، يبقى هؤلاء ما قاموا لله الليل. وفضلتك تعرفهم جيدا، بيعتكف في المسجد في رمضان ويقوم قبل صلاة المغرب بخمس دقائق. وانت واحد جايب لي واحد ماله في شبهة وماله في حرام، وسبحان الله أغذي بالحرام ولسان والعياذ خواط في أعراض الناس، وعينه عاملة برج مراقبة للي رايحة واللي جاية، وقاعد على الشاشات يقلب في القنوات، وإيده تمتد إلى الرشوة، وعايز تقول لي اعتكف في رمضان وهو لا، هذا سلبت منه البركة أساس. الله عز وجل لما جعل نور القبور والنور على الصراط ودخول الجنة من ضمن العربون ومن ضمن ما تدفعه هو قيام الليل، فما كان هذا الكلام يعني من سبحان الله. يعني الإنسان الذي يقوم لله بالليل يشرح صدره، يوسع في رزقه، يستجاب دعائه. يا مؤمن، احنا قلنا من قبل لو ان رئيس مؤسسة قال انا هاجي في الثلث الساعة 3 صباحا في المؤسسة وله طلب يجي وهوقع له، حد من المصلحة يتأخر؟ لا. طيب، إذا قال رب العباد عز وجل وقال عنهم صلى الله عليه وسلم إن ربكم يتنزل إلى السماء في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، ألا من صاحب حاجة فأقضيها له؟ ألا من كذا؟ ألا من كذا؟ هل يضيع هذا عند الله؟ لا يضيع، ولكن صاحب المصلحة يعطي فوري. نعم، يعطي فوري صاحب المصلحة. لا يعطي فوري ويأخذ من عزة. الله تعالى قل أنا دعوت الله ولم يستجب دعوتي. الله يريد من عبده أن يقف على بابه. هذه ميزة أخرى. طبعا يريد أن يقف على بابه ويلح في المسألة، لأن لو أعطاه لانصرف ونام، وعايز يقوم ويدعو لأنه يحبه ويحب أن يسمع صوته. الله، فلا يعجل بعطائه. سبحان وكده الله. وبعدين المفروض يستبشر العبد بهذا. نفرض جدلا واحد تعوض قيام الليل وجه مرض أو سافر، تفتقده الملائكة لأن الملائكة تعودت سماع صوته. الله، فتسأل عنه فيقال انه مريض، انه مسافر، تدعو الملائكة له بان يشفيه رب العباد او ان يرده سالما، وان كان مات تدعو له بالرحمة. صلاة بالليل، لا الا صلاة الليل بالذات. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم وتتحدتم دخلتم الجنة، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نعم. وصلوا بالليل والناس لا ليه صلاة الليل اللي فيها لا رياء ولا سمعة. كان الزوج من السلف الصالح يخادع زوجته في مخدعه، ينسل من جوارها، يعني كما تخادع الام وليدها. يعني الام لما تيجي لما الطفل ينام الام تعمل ازاي؟ تنزل من جنبه كيف؟ بهدوء. هو يقوم بهدوء كي لا تشعر به زوجته، يريد الا يحس بقيامه لليل احد الا خالقه. وهذا اجمل ما في الموضوع، وهذا المقصود بقوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامة. لربي، لما لم يقل لله قال أو للرحمن؟ قال عباد الرحمن. لأن الرب هو المربي، فهو رباهم على حب قيام الليل ويربيهم على موائد كرمه في الدنيا فيكرمهم، فتعلموا هذا من التربية فكان سلوكا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، مش دعاء فقط، دعاء عملي. يعني مش هقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وانا اروح ارتكب ما يغضب الله الفواحش. لا يعني ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يعني هذا القول يتبعه عمل. الذين امنوا وعملوا الصالحات لابد هذا، خلاص هذا دعاء. هذه الصفه الايه الرابعه. نعم. تمام ان شاء الله. انها ساءت مستقرا ومقاما. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. هذا الصفة يعني الخامسة. يعني له مسرف، لأن الاعتدال يعني. المبذرين إخوان الشياطين، المسرف أخو الشيطان والعياذ بالله. ولذلك الغني المدخن مسرف، والفقير المدخن سفيه. مرة ثانية، الغني المدخن مسرف لأنه ينفق ماله فيما لا يرضي الله، وفي إهدار الكيان الذي يعني أعطاه له رب العباد عز وجل. طب والفقير المدخن سفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ينفق ماله فيما لا يعود عليه بالفائدة، يبقى أنا أعطيه ليه مال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، اللي هو التوحيد الخالص، كان هذا المفروض الأول، عدم الشرك بالله. هذا ابن الحلال القضية، ما هو أصلا كل دول عباد الرحمن، هو الإيمان يجمعهم. حلو،
نعم. الإيمان من غير سلوك لا صح. وقدم السلوك قبل الإيمان. التزكية مهمة. التزكية مهمة. هي آيات العبادة في القرآن كثيرة أم قليلة بالنسبة للمعاملات مع الناس؟ قلنا أن آيات العبادات في القرآن 110. 110 آية فقط. وآيات القرآن كام؟ 6236 آية. يعني تقريبا تقع 3% في العبادات. و 97% في كتاب ربنا معطلة في حياتنا. لا حول ولا قوة. كلام خطير هذا. الله يكرمه. هذا كلام واقع. لا إله إلا الله. وإذن ربنا حتى في ترتيب الصفات، وهذا ليس ترتيبا عشوائيا، لا 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 يعني. لا 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 ترتيب مقصود لذاته، يعني يهتم بمعاملة المسلم لأخيه المسلم. الله. أنا لما أتكبر على خلق الله، ما خلاص، ما أنا قلت لك أغلقت باب الإيمان. أنت قد أغلقت باب الإيمان إذا 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 دخلت من باب الكبر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هنا قال الله سبحان الله، لم يقل مع ربهم ولم يقل مع الرحمن إله، لأن الإله يخص التوحيد. الله إله. سبحان الله. يعني كل كلمة أترصد صحيح. الله عليك يا رب. والذين لا يدعون مع الله سبحانه وتعالى، لأنه اسم الله الأعظم. لأن اللي يدخل الإسلام لو قال إيه أشهد أن لا إله إلا الرحمن، يقول لسه ما أسلمت. أشهد أن لا إله إلا الغفور، يقول لا ما أسلمت. معنا من أسماء الله وصفات. طب هنا لو وقال لا، والذين لا يدعون مع ربهم كما قال والذين يبيتون لربهم، هنا الله عز وجل هو الاسم الأعظم المخصوص المختص بالتوحيد. التوحيد. ولذلك لفظ الجلالة هذا الله، لو حذفت كل حرف منه لوصل إليك أنه الله. لو حذفت الألف تبقى لله. لله. لو حذفت اللام تبقى له. لا صحيح. لو الهاء بالضمة هو. سبحان الله، جميل هذه المعلومة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أيوة. اللي هم القتل. شوف، لزوال الدنيا بما فيها أهون على الله من أن إيه، من أن تسفك دم بريء. سبحان الله. قال إلا بالحق. الحديث بالحق. يعني قتل يقتل. ممكن أنا أقتص. ما احنا قلنا ولي الأمر في حلقة سابقة. ما المقصود بهذه الآية؟ يعني واحد كده من غير شيء إلا بالحق، يعني بالحق يروح يشكو لولي الأمر، ولي الأمر يأخذ الحق، يقتل. لابد أن يكون حق. طبعا لازم حق، من غير حق مصيبة. لا يقتلون النفس. إن العصفورة التي حرم الله. يعني التي النفس، لا يقتلون النفس التي حرم الله. النفس التي حرم الله قتلها. الله يرضى عليك. نعم. بالضبط. هذا تقدير. نعم. اللغة هنا تنفع. بارك الله فيك. التي حرم الله إلا بالحق. يقول لك العصفور الصغير يأتي يوم القيامة له عجاج، يعني صوت ضخم، يسمعه القاصي والداني، يقول يا رب خذ حقي من هذا فإنه قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. عصفور. الله أكبر. فما بال يقتل بني آدمين كله 8 قتلة، 10 قتلة، 20 قتلة. قصاص يوم القيامة من الحيوانات. لا مش قصاص، يأخذ من حسنات العبد. حسنات الذي قتل عبثا. لا عصفور يعني. عصفور. المرأة دخلت النار في هرة. حبستها. لا هي أطعمتها. ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. صحيح. والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه ارتكاب الفاحش. هذه الشرط رقم 8. تمام يا سيدي. تمام. هل المراد بالزنا الزنا في حد ذاته أم الفواحش؟ الفواحش يعني قد تكون. نعم. ومن يفعل ذلك يلقى أثامة. يفعل ذلك ماذا بقى؟ يفعل هذا كله، يعني دعا مع الله إلها آخر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وزنى. يلقى أثامة. وادي أثام ده وادي في النار يوضح فيه هؤلاء. تعرضنا له في وخرج من النار. فأرجوك لا ترجعنا لي مرة ثانية. يضاعف له العذاب يوم القيامة. ليه؟ الله يرضى عليك. ليه يضعف؟ من العدل. ليه يضعف؟ لا. 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 الله عز وجل حذرك وأعطاك البدائل. يعني انت هو انت ليك رب غير الله؟ لا. لا. خلاص فين التوحيد؟ فين التوحيد؟ اعبد. سبحان الله. طيب انت من قال لك اقتل هذا؟ من قال؟ وانه في تنبيه بعدم القتل. خلاص صحيح. من قال لك ارتكب؟ خلاص الامر اعمل البديل الحلال. خلاص رايح ليت الكذب. وسبحان الله. ومن يفعل ذلك يلقى أثام. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال يوم القيامة ولم يقل في الدنيا. لا هذا ذريعة بأن حسابه يوم القيامة فقط. لا، وحسابه في الدنيا أيضا. أيضا تنزع البركة منه والبركة وهو العذاب. إلا من تاب.
هذا استثناء جميل. فتح ده من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. توبة إيمان عمل. التوبة فهمناها. طيب. الإيمان من ماذا؟ يعني ما هو مؤمن؟ لا. ومن يصنع هذه يخرج من الإيمان؟ ما هو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما ماذا يكون؟ ساعتها ما يبقى لو الإيمان موجود مش هيعمل كده. الإيمان يتبخر منه يضله كده. بعدين يرتكب وبعدين يرجع له تاني. الله أكبر. أقول لك ليه؟ لأنه هو ساعة ما يسرق يعني يتناسى أن الله يراه. ساعة ما يأخذ الرشوة يتناسى أن الله يراه. ساعة ما يوقع على قرار بظلم إنسان وطرد إنسان من عمل وإذاء إنسان وخوض في عرض إنسان وهكذا، هو نسي أن الله معه. لو ذكر أن الله معه لخاف. ما فعل. فالإيمان يبعد عنه. لا من تاب وآمن يعني لا تفهم أنه خرج من الملة. لا هو مؤمن عاصي، مسلم عاصي. يعني لا يجوز لنا أن نقول طالما قال آمن يبقى خرج من الملة. لا 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 أصل مرتكب الكبير ده أصل في درجة إسلام وفي آمنوا وفي ازدادوا إيمانا. صحيح. آه. يعني هو إذا فعل هو في درجة الإسلام بلا شك، لم يخرج من الملة. لا لا لا. طب ما يعني حينما يتوب نفهم ماذا يصنع؟ شروط التوبة طيب. ثلاثة وأربعة إذا كانت في حق العباد. آمن ماذا يصنع لكي يؤمن؟ يعني أنا أؤمن أن الذي أريد أن أقتله أتركه لله عز وجل يقتص منه. أنا أؤمن بهذا، أن إذا ارتكبت مصيبة معينة أبتدي إيه أؤمن أن الله يراني فلن أرتكبها مرة أخرى. الله معي، الله شاهد علي، الله مطلع عليه. خلاص. طيب. يعني وانا موضع الجمهور، سمحنا معذره في عجال. والذين لا يدعون مع الله اله، هذه بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. طيب تمام. ولا يقتلون النفس اذا قتل. ها. ويريد ان يبرئ ساحته من يذهب ويعترف ويقول لاهل القتيل. يذهب الاول يدفع الديه. هيقتلوه. خلاص يبقى شهيد. خلاص يبقى لا، على قدم الشهيد يعني، على الاقل يذهب الى الجنه. يعني لا يحاسب على فعله. لا، من أقيم عليه حد دخل الجنة. لما جابوا الغامدية التي ارتكبت الفاحشة وقذفوها بالحجارة، طارت نقطة دم منها على شفة خالد ابن الوليد، فتأفف، قال يا خالد لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض وسعته. وهذا كان محل سؤالي مع الزين والزاني. له توبة؟ له توبة. ويعترف؟ لا لا يعترف. لا لا، إذا ستره الله خلاص. لا يقول أنا صنع. لا 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 لا، ستره الله سبحانه وتعالى. والله يعني فيها كلام كثير. يعني ما يعني إن شاء الله. نود في البرامج القادمة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. إلا من تاب وآمن وعمل العمل مقترن أيضا بال. وإلا ما سبحان الله. نظريا لا نظريا لا لا سبحان الله. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا سبحان الله. مش كمان يمسح السيئات، يشيل السيئات تمحى وتوضع مكانها ايه؟ حسنات. وبعدين لا يعاتبه. طب وبعدين؟ طب انا عملت الذنب ده على الارض، تيجي تشهد علي واليد عمل. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم. طيب. ينسي الله الجوارح فلا تشهد عليك. الا تبع عليه. وينسي الارض التي صنعت عليها الذنب. وينسي الزمن الذي صنعت فيه الذنب. وينسي الحفظه الذين كتبوا عليك الذنب. فلا يبقى عليك شاهد إلا الله وهو الرحمن الرحيم الغفور الودود. حتى الحفظة ينسيهم ربنا سبحانه. ينسيهم عشان ما حدش يشتع عليك. والصحيفة. ونخرج له يوم القيامة كتابا. يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو الله. الله سبحانه وتعالى. يمحو ما يشاء. أم الكتاب. يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. سبحانه وتعالى. سبحان الله. الله أكبر. تكتب في صحيفة سيئاته أنها صارت حسنات. يبدل سيئاته. يبدل. شيل دي وحط دي. مدين. وكان هناك يضاعف له العذاب. إذا تاب وآمن يبدل. الغرم بالغن. صحيح. الغرم بالغن. بالغن. صح. قاعدة أصولية. يعني ماذا الغرم بالغن؟ يعني أنت. أنا حريص على كل كلمة قدرتكم نفهم. بارك يا رب. ما ينفعش أنك إيه يعني تدفع أحيانا. تدفع زكاة ده غرم. صحيح. طب الغرم يجي ازاي؟ من ان مالك يضعف. ما نقص مال عبد من صدقه. فانت شايفها ايه؟ غرامة. شايفها نقص. ده هي زيادة. صحيح. يبدل. وكان الله غفورا رحيما.
وكان هذه ليست فعلا ماضي. كنت أقول كان هذه. لا 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 كان وما زال مع الله عز وجل ليس لا. هناك تمام تمام. ومن تاب وعمل صالحا ممن تأكيد بقى أن من يتوب إيه ما قاله إيه ما قاله فإنه يتوب إلى الله متابة. يعني إيه؟ يعني تصير التوبة هوية له. لم يقل يتوب إلى الله توبة. لا 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 متابة. متابة. يعني أن هو صار هذا الإنسان يعني يكتب عند الله أنه تائب. صفة التوبة. سبحان الله العظيم. لا لا لا. تصير التوبة ملازمة له. ولهذا لم يقل يتوب إلى الله توبة. لا 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 توبة دي مرة تفيد اسم مرة. جلسة اسم مرة اسم الهيئة. لا لكن لا متابة. خلناها صارت إيه مصدر حركته. نعم. والذين لا يشهدون الزور هذا استئناف لبعض الصفات الصفة العاشرة. نعم. والذين لا يشهدون الزور يعني إياكم واشركوا بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاعتدل قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور حتى قلنا ليته سكت. الله أكبر. إلا شهادة الزور مش في المحكمة فقط ده بعشرة درهم عشرة درهم مصيبة مصيبة وقفين على باب المحكمة مسأل بس السلام. طب يعني بهذا الخصوص يعني هنالك أناس يحاولون إخراج الآخرين بالحج عن طريق شهادات هذه شهادة زور بالمحكمة شهادة زور هذا شهادة زور شهادة زور إنها تخرج في تحج شهادة زور لا الغاية في الإسلام لابد أن تكون شرعية والوسيلة لابد أن تكون شرعية هذه قاعدة طبعا لا تقول هذا عمي هذا خلي لا 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 ولا عمها ولا خلها هو لا هكذا الرجل محرم لعشرين امرأة في الحج في الرحلة صحيح طب ومن يشهد هذه الشهادة شاهد زور شاهد يأثم هل هو خالها لا يبقى كذاب وإذا لم يكن يعرف وقيل له أنه خلص عفى الله عما سلف ومن عاد هو حر والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو صف الحادي عشرة مروا كرامة يعني لما نشوف لغو كلام ناس كلام فاضي وكلام لا 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 يزيد ولا ينقص يمرون كراما كرام الأخلاق لا يلتفتون إليه والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا لما يعني الآية تمر عن التدبر يا خلاص نتدبر شوية لما تيجي آية عن السماوات وما فيها الأرض وما فيها البحار الجبال الرحمة لا يمر عليها هكذا ولما يرى في الحياة ناس ظلموا ناس ورأى أن هذا الظالم اقتص منه في الدنيا يقول الله سبحانك يا رب عشان العدل الإلهي يظهر ويشفي صدور قوم المؤمنين ترى اللي ظلمك سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه الله نعم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني في الخلفة ها يبقى الأزواج والذريات دي يصير قرة عين مش نكت فهو يدعو يعني من ضمن صفات عباد الرحمن أن يجعل الذرية في خدمة الدين نعم يحفظهم القرآن يقيمهم على طريق الله تخرج البنت تعرف الحجاب من صغرها تعرف الاستقامة تعرف الحياة لما يكبروا لا بإذن الله بس لابد من عمل وما العمل الصالحات يعني أقصد يعيشوا سنهم لا 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 في خطوات في خطوات لعبه سبعا وأدبه سبعا وصديقه سبعا ثم اترك له الحبل على غاربه يعني نضيق عليه الحياة لا نضيق بالعكس ده احنا نطلقه لا يعيش في والبنت الحرية. تعيش سنها تعيش سنها بها يعني لما تتجاوز ان شاء لا الله لا كده تتزوج ان شاء الله إذا أراد أن يتزوجها من على شاكلتها يجي لها المنخنقة والموقوذة وما أكل السبع لعبه سبعا وأدبه سبعا وصادقه سبعا ثم اترك له الحبل على غاربه وقل له وكلتك للحي الذي لا يموت الله مليك. جميل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ده مش تقي عادي ده هو إمام المتقين صحيح يعني داخل في درجة يعني درجة كده من درجات الخير الله سبحانه أكبر. وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا كل الآيات اللي قلناها دي عشان حلقة الجنة دي عشان عباد الرحمن الغرفة هي أعلى درجة في الجنة في الفردوس الغرفة اسمها الغرفة يقول العرب عن أجمل حجرة في البيت غرفة ودي أجمل مكان في الجنة
ورد الغرفة غرفات أيضا. وغرفة غرفات معها أم في الغرفات آمنوا. سبحان الله. غرف من فوقها غرف مبنية. والغرفة هذه من أفضل الأماكن. من أفضل الأماكن في الجنة. وهذه صفات الداخلين والساكنين فيها سبحانه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. آخر آية مهمة جدا. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. حسنت الغرفة مستقرا ومقام مستمر. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ايه قيمتكم انتم لولا الدعاء؟ في ناس تستهين بالدعاء. ادعوا ادعوا في السراء ادعوا. بيقول يعني فضلتك ما ذاته هو الدعاء هيغير القضاء يعني. ان شاء الله رب العالمين يعني ان شاء الله مكتوب عند ربنا ان شاء الله يغير ان شاء الله يغير. بالقطع الدعاء فعلا يغير القضاء. يغير القضاء يغير القضاء باذن الله رب العالمين. لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا بر الوالدين في الحديث. سبحان الله عليه الصلاه. قل ما يعبأ بكم رب يعني يهتم يعني سبحان الله يريكم رعايته لولا دعاؤكم. دعاء مهم صحيح. من لم يسأل الله يغضب الله عليه سبحان الله أكبر. طبعا لابد ان تكون لحوح في المساله سبحان الله. فقد كذبتم من الله عز وجل في انكم استغنيتم عن الدعاء. يسلم يا رب. يقول لك ادعي ليه يا رب. يقول لك ادعي ليه من ليه ادعو من عندي الاموال عندي والجاه وانا ادوس على الزر تفتح الابواب. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يلازمكم إما النعيم إن أطعتم وإما الجحيم إن عصيتم. هذه صفات عباد الرحمن. هذه صفات عباد الرحمن يعني لعل المشاهدين والمستمعين يكونوا يعني أحصوا كتبوها. لأننا أسرعت لأننا أرى أن الوقت زحف وكذا فأردت أن أوضح يعني هذا الأمر. وهو بالفعل زحف الوقت وانسحب بساطه من تحت اقدامنا. ونسال الله تبارك وتعالى ان يعطينا القوه والقدره والهمه والعزيمه على ان ندخل في ضمن صفات عباد الرحمن ونحاول جاهدين في الحياه الدنيا ان نجتهد وان نجد ان شاء الله. بارك الله فيكم. دعاء نختتم بهذه الحلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته. آمين. ولا مريضا الا شفيته. آمين. ولا عسيرا الا يسرته. آمين. ولا كربا الا اذهبته. آمين. ولا هما الا فرجته. آمين. ولا دينا الا قضيته. آمين. ولا ضالا الا هديته. آمين. ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. آمين. ولا طالبا الا نجحته. آمين. ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته. آمين. ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. آمين. كما نسالك ان تهب بناتنا أزواجا صالحين وأن ترزق أبناءنا بالزوجات الصالحات. آمين. وأن تطرد عنهم شياطين الإنس والجن وأن آمين. تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. آمين آمين, آمين. وأنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بارك الله في فضيلتكم. شكرا وعلى اللقاء بفضيلتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشرقاء في 94.4 بالحب عشنا اللقاء وبالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان وحتى نلقاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى مع الوعد الحق. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا